وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من محافظات ومدن الجمهورية.